الو، ايوه. لا انا في البيت تعبانه شويه، مصدعه قوي من امبارح. انتوا فين؟ في الجامعه؟ طيب احتمال اجيلكوا. هقوم البس كده ولما انزل هكلمكوا اشوفك فين. ماشي، اوكي، يلا باي. قلل مين يا عم؟ افرش يا عم. افرش ليه يا عم؟ احنا هنطير القرشين يا عم. القرشين ايه؟ اشتري غير. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك احنا كنا عايزين بقى انصاص كده، انصاص لانصاص واربع اربع اربع لحمه ولا انصاص؟ اربع ايه؟ لا لا لا، انا هات لي فليب وفر. وهات لي وفر. عم وفر ايه يا عم؟ تطلب ما في فلوس. فليب وفر، انت ايش فاهمك انت؟ ده صوص. بفتيك. عايز بفتيك. بفتيك واحد. بفتيك. بقول لك هات لنا ظروفنا لحمه كتير. ها ظروفنا لحمه كتير. كتر من اللحوم. ايوه كتر من اللحوم. الله يكرمك حبيبي. بقول لك يا اخي عايز شاي تجيل سكر كتير. انا تفضل مدينا البوز ده كتير. فين؟ ما تروق شويه. مالك يا عم؟ فك شويه وروق الدنيا كده. ده احنا هنطلب كباب، انك تركب له مواصلتين عشان تاكل. انا قلقان يا اخوانا، انتوا مش حاسين بيا ليه؟ حاسين بيك يا ابني، بس طالما الراجل ما حصلوش حاجه يبقى احنا في امان. وانت ايش عرفك ان الراجل ما حصلوش حاجه؟ اشتريت كل الجرايد وما لقيتش ولا خبر عن الموضوع. هو ده برضه ما يطمنش يا اخوانا، بس الخبر مش هينزل كده في اول يوم سريع سريع، ده لازم ينتشر ويتوغل ويتسرب بعد كده ينزلوه. في ايه يا جدعان؟ انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ اتصل يا عم لؤي بصاحبك، شوف لنا ايه الاخبار، اساله لنا كده على اي حاجه. ما ينفعش يا طلعت، هيحس ان انا عارف. طيب ماشي خلاص، سيبوني انا لما اقابله على الفيس هبقى اجرب في الكلام كده واشوف ايه الميه. طب وبعدين؟ الشك هيفضل ياكل في قلبي كده لحد ميته. ما تشغلش بالك يا خالد، صدقني انا متاكده من الكلام اللي انا بقوله لك، احنا في امان يا ابني. اول حاجه مفيش حد مسكنا، تاني حاجه مفيش حد شافنا، تالت حاجه بقى محدش بيشك فينا او يعرفنا اساسا، يبقى ليه القلق؟ يا عم وانت شاغل بالك ليه اصلا؟ عايز تطمن بقى على حق، تاخد بعضك الصبح كده وتشد الرحيل وتطلع على الفيلا وتقعد قدام الفيلا. خرج الراجل يبقى لسه عايش. وما خرجش؟ ما خرجش يبقى تنفض للحوار الفاكسان ده. بقول لكم ايه؟ ودعك. سيبنا بقى من الكلام ده. احنا عايزين نحتفل بالفلوس. تعالوا النهارده اسهركم سهره جامده قوي. هو ده حليب قلبي. المكنه فين؟ في مكان جامد قوي. لو عايزين تروحوا النهارده اظبط لكم ترابيزه على البيست. عم العالم اكتب لالا دماغه حلو. اصيل دماغه حلو. اكتب اصيل معاك يا برنس العالم. او بالمره يعني نخرج الحاج خالد من المول اللي هو فيه. مالكش صالح حب خالد، انا مش جاي معاك. وانا كمان مش جاي معاك. ليه بس يا ست الحسن؟ يا ساره تبقى ساره من غيرك عسل. انا بنته ما ينفعش اروح الاماكن دي، الاماكن بتاعت الاستاذ لؤي. خلاص يا جماعه خلي دودو براحتها. ماشي ماشي ماشي. مش
مالك شايل طاجن ستك كده ومد بوزك شبرين يا ساتر؟ بتتحشم يا مرنت. في حشم اكتر من كده؟ ماله ده؟ ده مساكب على الاخر يا اختي. اه صحيح، هو صاحبك مبوس كده ليه؟ واحده واحده عليها زوز، لسه الواد عضمه طري. ايه يا عم ما تعكرش صفه اللبن. اهدي اهدي. فرفش 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 فرفش. كيف بتقول حاجه يا بجران؟ بقولك يا عم عادل، انت ولا عم صفوت ولا خالد، روق كده وانسى الجو اللي انت عايش فيه ده. ده موضوع فكسان اصلا. سيبك انت ياض، عليا النعمه، انا اول مره اشوف بكار سهران في كباريه. روق ياض وبسط. هاف فن يا مان، تيكت ايزي، مفيش حاجه مستاهله. صاحبك ده صعيدي قوي. جوزك يا بنت انت، الصعيده دول عمامكم، وعليها طلاق كلمه كمان اكسر الخماره دي على اللي فيها. يا اخويا السيد واهل السيد على راسي، ما تتحمقش قوي. تعرفين يا اخوانا القعده دي ناقصها مين؟ عاملين اللي فيها فتوات. انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في سويعه. احنا هنا محل محترم، انا ممكن احبسكم دلوقتي كلكم. شايفين عاملين ايه في المحل؟ طلعت بوس امه. ايوه مستر سطوحي، بس احنا مش وقت عيال تتكلم معانا بالطريقه دي برضه، ما يصحش. شوف الكراكيب بتاعتك دي تساوي كام، واحنا ندفعهم لك على الجزمه القديمه. طب الكراكيب دي يا شاطر ب 20,000 جنيه. لا 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 لا، في ايه يا استاذ سطوحي؟ احنا كسرنا العربيه 28 ولا ايه؟ يا خفة انت كمان بتنكت؟ الحاجات دي ما تعملهاش ال 20,000 جنيه، الحاجات دي تعمل لها 15,500. يا حبيبي ما تنساش الناس اللي مشوا من المحل، واهم من الناس دي سمعة المحل. لا لا الحقيقة لو لا انت عندك حق، يعني لو سمعة المحل لازم كلنا نخاف على شرفه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق، لازم نشوف حل في الموضوع ده. بعدين يا استاذ سطوح، دي شوية كراسي اتكسرت، في غزاية ماتت؟ لو في غزايه ماتت اقول لك. وبعدين احنا نعمل ايه؟ نسرق يعني عشان نجيب لك الفلوس؟ طب يا جماعه انا شايف اللي احنا ممشيها بلدي عشان نخلص من الحوار ده. احنا بالصلاه على النبي كده 10 رجاله، كل واحد فينا يطلع باكو وناهي على الحوار، وقدر ما حصلش واللي حصل ما يتكررش، وتوتو على كبوته. صح كده يا برنس، وادي اول 1000 جنيه مني على كبوته. مبسوط يا استاذ توتو؟ انا ال 1000 جنيه بتاعتي ايه؟ عليه النعمة ده تبذير. تقدر ما حصلش. الله 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 الله. ما تفتح يا بقرة. يا جدعان حيطة حيطة. فوق بقى يا عم الخفيف. هو ينفع كده يا جدعان؟ نبهدل البهدلة دي وكمان نرجع على باب الله. بقينا مفلسين ومقشفرين. أنت بتتكلم أنت؟ ده وش المشاكل والمصايب رايحة تعكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي، احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس. حتى منك أنا. لله يا اخي ده انا أول مرة يحصل لي كده في حياتي. أنا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس بس بس، هنقعد نولول. هو ما فيش غير حل واحد. نرجع نسرق تاني. لا! نسرق تاني لا! يا ابني لازم نسرق. ايوه يا جماعه، الحقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني
لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام ايه يا عم واوساع؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخوانا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش يا خال، انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده يا ابني. يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله لو هنزع الطره ان شاء الله. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله، طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت تصرف انت وهو، يعني او تصرفوا على روحكم هنا بس قولوا لنا نبعد يا ماجد. خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ام ماشي، احنا مش حراميه، احنا ممكن نعمل اي حاجه تانية. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام، يعني نصبوا اللي مش حرام. يا اخي والنبي روح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه، خلينا نبقى نفوق بعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم نروح دلوقتي، حاسس اني عايز ارجع. طب يلا يلا نروح. صح يلا. لازم كلنا نروح. اه ايه بس انا ساكن فين؟ اللي بيت منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت، اللي بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترعه، يبقى في مصر ساكن جنب النيل. طلعت وبقيت تلعب جوكر وبتشرب. يا شو حالك؟ عايز ايه اسماعيل؟ في واحد جه يسأل عليك. قال لك اسمه ايه؟ لا هو شكله كده صعيدي بلديات. قال لك مين؟ هو سألني بيجي امتى؟ قلت له بيجي بالليل متأخر. طب لو جالك مرة تانية قول له مات، قول له عزل. شايفه بسلامته جاي امتى؟ الساعة 5 الفجر وعايز يدخل البيت، لو قال ايه؟ قفل موبايله. براحتك يا حبيبي، بس عايزك تروح بقى تبات في الحتة اللي انت كنت سهران فيها. اخذ الشيطان يا عبد العليم. شيطان ايه؟ اذا كان الشيطان نفسه ما بيختشيش، وبعدين انت بالذات مالكيش دعوة، ما هو كل ده من دلعك ليه؟ ايه ده؟ كده يابا؟ حاطين المفتاح من جوه عشان ما اعرفش اخش البيت؟ بتعملها معايا يابا؟ حرام عليك يابا. يابا ده انا، ده انت طردتني من البيت اكتر ما انا بت فيه. يابا نفسي احفظ شكل امي يابا، يابا نفسي اعرفكوا، حرام عليك. افتح وطي صوتك وغور في داهيه من هنا. اغور؟ اعطي صوتك. مش هعطي صوتي بقى يابا، وهفضحك في العمار. اشهدوا انا اس يا ابو نجلاء يا عم شكري، اشهدوا. ابويا ابويا راجل محترم ماشي جنب الحيط، ما بياخدش رشوة، ما بياخدش إكرامية، وسكتنا وقلنا ماشي. جالنا من كام يوم إنه اتحبس، وقلت الحمد لله أخذ رشوة، طلع ما أخدش حاجة، قلنا ماشي. رحت عشرة الله لقيتش معاه فلوس، قمت دفع من جيبي وسكت وقلنا ماشي. آخر المدام مش راضي يدخلني البيت، ده أنا هجرسك. مش راضي يدخلني البيت. الله صل على النبي، صل على النبي. مش كده، مش كده الموضوع يعني. هتفتح ولا لا؟ اخرج اطلع بالكلب من الكلب ده. بلاش فضايح يا عبد العليم، ابوس ايدك كده. يابا يابا مش دي اخلاق المصريين يابا. ماشي يابا، وريني هتعمل معايا ايه، وريني اشوفك. بس صلوا على النبي يا جدعان. مش كده يا جدعان، لسه مش شغلك يا عم. يا جدعان في ايه؟ وعلى دمه فين الفلوس اللي قلت لك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت، هتستعبطي. انت مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص، بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا، فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت. الشقه دي كلها زيك بالظبط، حافظ كل حاجه فيها، ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه؟ جوزي؟ كنت جوزي اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم خلاص. اسكت، وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين، وانت روحتي فوق. فوق وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي، نسيت اقولك الفاشل، يا دوبك كتبتلي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمينة.
حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. اللي اقول يا زكريا صحيني ست اسألك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك، ده انت حاجة تقرف. وانت لو كنت بني ادمه صحيح كنت سبتك لحال سبيلك، لكن انت واطيه واطيه، وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعت في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا، حاضر هجيب لك الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ربنا هيخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يلا افتح يا عم افتح. انا ماجد. ماجد مين؟ ماجد انت عبيط، يلا ما تفتح. انا يا عم. ادخل يا ماجد. في ايه؟ ايه موعدك المنيله دي؟ عندك حد ولا ايه؟ لا مفيش حد. ادخل. معلش قلقتك يا غالي. انا جالك ولا حاجه، انا جلدان خلوي، بنام لي ساعتين ثلاثه في اليوم. احكي لي ايه اللي حصل. لا مفيش حاجه، اصل روحت متاخر وابويا ما رضاش يفتح لي ولا راضي يبيتني في البيت، وكالعاده طردني. ابوك طول عمره راجل قله، بس ما تشيلش هم، البيت بيتك، تنام وتبرطع فيه زي ما انت عايز. بكرة تفرق. الحمد لله. خلاص بقى انت كمان انسى موضوع الجنايني ده. اكيد اكيد بقى كويس، يعني اكيد ما حصلوش حاجة، تلاقي الموضوع بسيط يعني. انسى ازاي؟ ده انا مش الساعة 6 الصبح هكون واقف قدام الفيلا عشان اتأكد انه مات ولا لا. 6 الصبح؟ هو انا اسيب ناس اوفر هناك؟ اجي الاقي ناس اوفر هنا؟ ارحموني بقى، ارحمني يا عم الحاج. اسمي ده كشكول يا راجل. تتكلم بجد؟ اه يا معلم، الفيلا اتسرقت والله. اه امتى الكلام ده حصل؟ يعني من يومين كده. طب وسرقوا الفيلا كلها ولا ايه يعني؟ مش فاهم. سرقوا حاجات بسيطة بس غالية والله. اوه شت، معلش يا شعلان، ربنا يعوض عليك. مش فارقة يا معلم، دي حاجات بسيطة وفارغة يعني، دي ما كانتش ليها لازمة في البيت. والله؟ اه والله، ده حتى ما زعلناش عليها. طب تمام، على كده بقى ما بلغتوش البوليس ها؟ لا يا عم، حسنين الجناين اتصل وبلغ عشان ضربوه على دماغه. ضربوه على دماغه؟ ايوه. طب وحصل له ايه؟ عايش يا سيدي زي القرد، عمال يكلمني في التليفون ومصدع دماغي. طب بقول لك ايه؟ اقفل عشان يعني امي بتناديلي، هكلمك تاني. طب سلام. إيه؟ سلام. والله عملوها الرجال. اصلي مجهوده مجهوده. رد اخلص. الو انا ماجد، عرفت اللي حصل؟ نعم يا حبيبي. ولا مش طول بقى اللي اتضحك عليه؟ الإيراد يجيلي النهارده على داير ملين، فاهم؟ وانت عارف بقى لو ده ما حصلش ممكن اعمل فيك ايه. بتقول ايه يا بابا؟ انسى يا حبيبي، انا ما عنديش فتره سماح ولا فتره حنان. هتاخد قرض من البنك يا ابني، فلوسي تجيلي النهارده زي ما قلت لك. ماشي، سلامه خفيف. ماشي، مش تنزل تفتح لي الباب ياض؟ ماشي ماشي. صباح الفل يا طولبك. صباح الفل يا طلعت. ولا تحب اقول لك يا طلعت باشا؟ مش طموحي والله يا برنس، وبعدين انت عارف الحاجات دي اتلغت بقالها فتره. محدش قال لي يعني. قول لي، جاهز بضاعه ولا خلاص استكفيت؟ استكفيت؟ النبي ما تفسرش في وشي. عايز بضاعه. ويمكن تكون عايز شقه جديده ولا حاجه عشان تليق على الطقم اللي انت لابسه الابيض في بيتي ده. قريب ان شاء الله.
بس انت اصطبر عليا شويه. ماشي انا معاك للاخر، قول لي انت عايز ايه. اقول لك انا عايز الكميات اللي انا باخدها منك العبيطه دي انساها بقى، وتخدمني بقى يا برنس وانا وراس امي ما انساها لك طول عمري. اه بس الحكايه دي ليها نظام تاني يا خفيف، اللي هو لازم تدفع لي تمن نص البضاعه فوري والنص التاني بعد ما توزع. ماشي تقوموا يا برنس. دول 1500 جنيه عايز بيهم فرش، وانا اول ما اقطع وابيع اجيب لك بقيه الفلوس. ماشي يا طلع. ولا اقول لك يا معلم طلعت؟ قول. مالك يا دينا حبيبتي؟ ليه عامله في نفسك كده؟ ليه محسساني اني خلاص الدنيا انتهت؟ عشان هي فعلا انتهت بعد ماما ماتت. بس الكلام ده غلط مش صح. يا سلام، امال ايه اللي صح بقى؟ الصح يا حبيبتي انك تواصلي حياتك وبلاش الاستسلام اللي انت فيه ده، وكمان لازم تهتمي بدراستك زي الاول. دراستي؟ دراسه ايه بقى ان شاء الله؟ ما خلاص. ايوه طبعا دراستي، دراستك يعني مستقبلك يا دينا. فوقي نفسك يا حبيبتي، فوقي نفسك علشان خاطري. حاضر، ربنا يسهل. يلا يلا بينا. يلا. خلود طمنت على البواب يابا؟ تمام الحمد لله. الله، امال مالك يا مكشر كده ليه؟ ضميري مأنبني، لقيت دماغه ورمة. معلش يا حبيبي، بإذن الله تفش. طب دماغه هتفش، السريقة اللي احنا سرقناها دي هتفش كيف؟ ما قلت لك يا ابني بقى 100 مرة، السريقة اللي احنا سرقناها دي مش فارقة معاهم أصلا. بعدين تعالى هنا، هو مش أنت صاحب شعارات إن احنا لازم ناخد من الأغنياء ولاد ال ندي للفقراء ولاد ال، والشغل ده ده شغلك؟ ايوه، بس احنا سرقنا ولدنا للفقراء ولا للغلاب، قسمنا الفلوس على نفسينا. قسمناها على نفسينا ووزعناها على الغلابه، المهم انها خلصت والنتيجه واحده، مش لاقيين ناكل على فضل الكريم. عشان كده بقى يا جماعه احنا لازم نسرق تاني. تاني؟ ايوه تاني. طب ليه؟ انا اقول لك ليه. أول حاجة يا سيدي عشان نخرج نفسنا من الورطة اللي اتحطينا فيها، وتاني حاجة وده الأهم، إن يبقى معانا فلوس عشان أقدر، قصدي نقدر يعني نعمل بيها اللي إحنا عايزينه. وبعدين يا ابني دي المرة اللي فاتت عدت زي الفل، مالك؟ شوفوا يا جماعة، إحنا لو قررنا نسرق تاني أنا عندي مكنة في دماغي كده، بس سيبوني أطبخ الموضوع الأول وبعد كده بقول لكم. حبيبي ولا على باله شوقي إليه ولا شايل باله، نادي عليه ليالي كتير أفكر فيه وأحن إليه ولدوره. على فكرة صوتك حلو. لا والله. اتفضلي. بس ممكن توعدني وعد؟ قولي يا حبيبتي. اوعى تغني تاني. غلاسة، والله غلاسة. لا بجد والله، اوعى تغني تاني. ماشي يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تيجي نروح كافيتيريا شويه. كافيتيريا ايه؟ احنا عندنا محاضره مهمه قوي. يا بنتي محاضره ايه وبتاع؟ هي بتاع محاضرات. ما انت بتاع ايه ان شاء الله؟ اقول لك يا ست انا بتاع ايه. ايه يا نقي، احترم نفسك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه يا ماجي؟ ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ اوفر ايه؟ في ايه مالك؟ ما تلمسنيش تاني لو سمحت يا لؤي. يا سلام. ايوه هو كده. خلاص بقى، ما كانش قصدي. مفيش حاجه اسمها خلاص، عايزنا نتعامل مع بعض ونفضل كويسين، يبقى في ليميت واحترام ما بيننا في التعامل. هي جابت ليميت كمان؟ ايوه جابت ليميت كمان. طب خلاص بقى، خلاص بقى فكيها بقى، قلت لك ما تزعليش بقى. خلاص بقى ما تعملهاش حكايه. خلاص يا لؤي، بس ما تعملهاش تاني. خلاص يا حبيبتي اقعدي كده، مش هعملها تاني. لؤي في ايه؟ بهزر معاكي. بس هنحضر المحاضره. ماشي نحضر عشان خاطر. بصوا في شغل معانا. زي الفل، هاتها بقى. هات يا غشيم، هديها لك كده على طول. افرد ايدك فيها برفان، لازم تتلف في سلوفانه دي. ده انت ديلر رسمي. ديلر؟ ايه زي ديلر دي يا جدع؟ يعني تاجر مخدرات. ديلر يعني تاجر مخدرات؟ ايوه. تاجر مخدرات. انا كذا ديلر على فكرة.
بس وكتاب اللي التجارة دي صعبة قوي، ليه أعداء كتير، بس أنا بنيت نفسي بنفسي على النعم، محد ساعدني. طيب هشيني بقى أصحاب مستنين. ماشي. فين الحاج؟ عينك ود. شكرا يا امبراطور. صباح فل يا كبير. بقول لك ايه، لو احتجت حته تاني بالليل اعمل ايه؟ بص بقى برنس، شكلك فهيم وهنكمل مع بعض كتير. كلمني بس لو كلسنت عليك يبقى ارجع اكلمك تاني، والحاجه هتبقى عندك ايه تلفي. عمي. ايوه عمك هاشم اللي كنت مفكر انك تقدر تهرب منه. انا ما هربتش عمي. امال الحمله السوداء اللي انت عملتها دي ايه؟ تسميها ايه؟ تهرب من طربوك؟ تورثنا العار في البلد؟ كل البلد بتقول ان احنا ما قدرناش ناخد بطربوك. ما قدرش يا عمي. انتوا عايزين نقتل فتح صاحبي. ما قدرش. لانك مش راجل صح. لو انت راجل بجد تيجي البلد وتاخد بطربوك عشان ناخد فيه العزا اللي ما خدناهوش لحد دلوقتي يا كلب. سامحني يا عم. الطار ما فيهوش سامحني. ودام ما خدتش بطار ابوك لحد دلوقتي يبقى تستاهل الموت. عمي. حضور مش طارجين. حضور مش طارجين. انا حي. اخرت الكوابيس المنيله دي. الله 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 والله ما هي ضرب الحكومه يا جدعان. ازيك يا سياده الوكيل؟ الله يبارك فيك يا طلق. الله يبارك فيك. ماشي. الف الف مبروك يا بوب. الف مبروك في اللي يعني انا فرحان بال الف الف مبروك يا الف. الله يبارك فيك يا مايد. برضه مبروك يا خالد. مبروك يا سياده الوكيل باشا. مبروك سياده جناب سعد. الله يبارك فيك. مبروك. معلش بس هو عليه اليوم انت مش غريب بتاع المستر. الو. ايوه يا باشا. ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك لنا يا باشا. ان شاء الله اكون عند حسن ظن سعادتك. قوم يا باشا. يا جدع اقعد. ماله صاحبك ده؟ ماله يا عم؟ ماله تبلي كده؟ محدش بيعرف يعمل كده. يا عم اعذره شويه يا عم. الراجل لسه متعين جديد وتهاني وجو ومعمول له حفله وتلاقيه لا على نفسه. يا ترى بقى بتناموا على مين؟ الواد ده هبيتغير شوية، قصدي هبيتغير شوية. يا طلعت لو تبطل بس النفسانة اللي انت فيها دي، وعشان تبقى عارف ايهاب عمره ما هيتغير. عمره ما هيتغير. ما تغيرش على فكرة، احنا اللي اتغيرنا. هو زي العسل زي زمان زي الفل. بس انا بقى كمان خليني بقى على راحتي يابا. كلها ايه؟ ده ما صحش هنا. ما صحش هنا. ما صحش ايه يا عم؟ سيبه يا عم سيبه. رول يا اخي. قال بقى. طب ما كنت سبتني انا ولعته يا اخي. كذب بقى. يا عم تتكلم انت بتتكلم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عيب كده ارمي اللي في ايدك دي. يا عم ما بكاش قوي. انا لؤي محسن. الزملاء اصروا ان انا اكون موجود مش عارف ليه. على العموم عادي يعني شغال. صباح الفل يا طلعت. مستنيك تحت. يلا انا معاك. ان شاء الله نجي لك المره الجايه وانت قاضي قد الدنيا وندخل عليك بلقمه القاضي. ولا خد يا استنى يا ابني يا ابني. الف مبروك يا وينش. رايح فين؟ احنا لسه ما لحقناش نقعد مع بعض، لسه بدري. ما هو لا يعني ممكن بس اروح معاك بس عشان الوقت متاخر. بس تروح اقدر اروح. بصي انا هنزل الشطف كده، انا مستنيك على العصريه. تعالي بس تعالي. باي باي. هكلمك. باي باي. ايه يا ايهاب؟ ايه المعامله اللي انت عملتها لاصحابنا دي؟ الله الله. صحابك راحوا فين؟ نزلوا بدري كده ليه؟ لا بدري ولا حاجه يا بابا، هم هنا اصلا من بدري. على قد ما انا فرحان يا سياده الوكيل ان انت تعينت، على قد ما انا زعلان ان انت هتعيش بعيد عني. لا بعيد عنك ولا حاجه يا بابا، هي ان شاء الله كلها سنه وارجع تاني، وبعدين اسوان مش بعيد، وان شاء الله كل اسبوعين اكون عندكم مره. الله امال فين صحابك يا ايهاب؟ نرعنا لهم الشربات بايديا.
تسلم ايدك يا ماما يا حبيبتي، تعبناكي معانا. تسلمي لي يا حبيبتي يا غاليه، عقبال ما اشوفكم متهنيين في بيتكم يا رب، واشيل ولادك يا ايهاب يا ابني يا رب. امين يا رب، وان شاء الله حفيدي برضو وكيل نيابه. ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. يلا بينا بقى، ما لهمش في الطيب نصيب، نتعشى احنا بقى. صباح الورود. اهلا يا خالد، ازيك؟ الحمد لله. يا ريتني كنت كتاب، مش تقعدي تبصي فيه كده طول اليوم. انت بتجري في ايه؟ ده كتاب لماركيز. مين هيركليز ده؟ هيركليز ايه يا ابني؟ بقول لك ماركيز واحد من اهم كتاب امريكا اللاتينيه، مش امريكا اللاتينيه بس، العالم كله. عارف يا خالد؟ كتاب امريكا اللاتينيه دول قدروا يقضوا على الفساد والاستبداد والديكتاتوريه اللي في بلدهم دي بافكارهم وارائهم بس. يعني معنى كده ان الكلمه الحره سلاح على رقبه اي فاسد او مستبد. يا سلام، الكلام الحلو ده ما يطلعش غير من الخشم الحلو ده. خشم ايه يا ابني؟ حسن ملفظك. وانا بشتم الخشم ده اللي هو البوق اللي بحنك. وبعدين لا مؤاخذه يعني، انت عارفه اللي في قلبي على لساني، ما تزعليش مني.